محمود تصادف الذكرى الأولى لمجزرة النهر، حيث وقف الثوار دقيقة صمت لإحياء هذه الذكرى لتذكير الناس بمجازر النظام الذي قام بقتل الناس المدنيين في مناطقه ورميهم في هذا النهر، حيث انتشلناهم من هذه المنطقة. صامدون هنا، صامدون هنا. نقوم اليوم نحن وناشطين حلب بذكرى مجزرة نهر قويق، واللي حصلت في 29/1/2013، واللي قام النظام في قتل المعتقلين الموجودين المدنيين لديه، وليس لهم علاقة لا بجيش حر ولا بعصابات إرهابية. فبعد ما قتلهم شرفهم بالنهر، ونحن استقبلناهم في النهر، سحبنا الجساس طبعا وأخذناهم للمدرسة، فناس تعرفت على الجساس وناس ما تعرفت لأنه كان العدد كبير.